بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن صورة حقيقية للأرض التقطت على سطح القمر، ونرى كيف أن الأرض تشرق وتغرب. كذلك إذا خرجنا خارج المجموعة الشمسية نرى أيضا لكل كوكب مشرق ومغرب، وهنا ندرك أن توجد مشارق ومقارب متعددة، وهذا ما حدثنا عنه القرآن. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة المعراج: فلا أقسم برب المشارق والمقارب إنا لقادرون. هذه الإشارة القرآنية للمشارق ومقارب في زمن كان الاعتقاد السائد أنه لا يوجد إلا مشرق ومغرب واحد، تثبت أن القرآن كتاب الله سبحان الله، يعني والله أعلم.